اكلات وصفات مع نسمة، مأكولات بحري وفراخ وديك رومي وستيك. اكلات وصفات مع نسمة دي التالتة. مع نسمة مطبخ ماما دي التالتة بتاعتنا يا جماعة. مبروك كده ناقص اتنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا رب تكونوا بخير. انا هنا في الانستجرام بتاعي في بيقولوا ان انا ما كسبتش من ماما لولا كارت الشحن اللي ب200 جنيه. انا هوريكم دلوقتي الرسائل اللي حصلت. اهو الانستجرام بتاعي اهو. ده انا بكلمهم اهو. ماما لولا فني اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اكلت وصفات مع نسمه مطبخ ماما، هي اللي كانت قايله كلموني فانا كلمتها. ايوه يا عسل، ابعت رقمك. شوفوا بقى التسجيل. بص يا نسمه حبيبتي، بعتي رقمك بالكامل، اسمك بالكامل ورقم تليفونك عشان اجيب لك عليه الكارت. انا بعت لها اسمي بس مسحته عشان لو معرفتش اغطي الاسم والرقم التليفون. تمام، دي الدعاء اللي بتتكلم. شوف اهو. ثانيه واحده، بصي يا حبيبتي، هي دلوقتي خدت الارقام اهي، هبعت اجيب الكروت وهبعت لكم كلكم مره واحده. تمام. هوريكم برضو الوقت شكل الكروت. انا في التليفون التاني هصوره لكم علشان يبقى كله مستقيم. ثانيه واحده. ده التليفون بتاعي التاني اهو، الواتس اهو اهو. يا نسمة، كروت وصلتك اهي، شحنيها وشوفي، تخلصي بس شحنها كده وقولي لي تمام وصلت. اهو الكارتين اهو، طبعا محدش ياخد الارقام، خلاص سجلتهم اهو. بس رسالة تانية اهي. يا نسمة، كروت وصلتك اهي، شحنيها وشوفي، تخلصي بس شحنها كده وقولي لي تمام وصلت. وكده يكون الفيديو خلص. انا بس حبيت اوريكم ان الكلام بجد وكده، وكان لازم اعمل الفيديو ده عشان انا كنت في لايف مع ماما لولا كده، قناة دعاء فؤاد، متقايلالي ان في ناس بيقولوا ان انا ما استلمتش الكروت. لا، انا اخدت ليا كارت واخدت كمان لماما. انا اخدت اللي فوق ده، كارت ده اللي فوق، وماما اخدت اللي تحت ده. وحتى اجت اخد الميت جنيه من ماما ومرضتش تجيبهم لي، قالت لي امشي، ما عطتنيش الميت جنيه. انا اخدت اللي فوق ده وهي ماما اخدت اللي تحت. حبيت اصور لكم الفيديو عشان يبقى في مصداقية. وكان نفسي كمان برضو اصور في اللايف بتاع ماما لولا وهي بتقول اكلات وصفات مع نسمة مطبخ ماما، هي اللي كسبت. بس كان عندي في مشكلة في التليفون معرفتش اصور، بس هحاول اصور تاني. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.